الراديو دي سناب نتوالي باللي مثلا تبدا يعني كوم تجهد شويه يعني عمليه دونك يعني الحاجه الا الحاجه يعني من قر نورمال لازم شويه الوقت باش تسالي وفي الحاجه اذا انا اللي قادريني باللي لانت لي بانك اي بوبليك اطاس يخدم يعني سجهدنت التمثاليه نوالا ثورا لانت مثلا لانت لي زاجونس يخدمين حاشا تذريم تايني من قار لا فينانس اسلاميك ومازال فتحن يعني كل فروع نظن ثمرت يعني كل لي ولايه كل سمدينين وذا نشتي ان شاء الله اكيد ني غير دياوين رد هذه دي باش هذه اللي مام يعني لو سيتويان ذا هذه شارك لان ايكونومي كان كا نتمسلي في ايكونومي ثمرت لو سيتويان لازم هذه تكيون هذه ستان اكتور يعني منقر اكتيف في جهدن باش تمثل دون تكن كنيسو كيني ولق كيني لق الحال تمثل سي سنتي نيغانين اسوس خدم من تسوي لها ثرارم اتصل بمون كتسكي غمس بني ميهوب يعني نتولى باللي مازال ونسعر غم كيسقارن مازال ندير اتص يعني غرزات فين يعني ناس خدمه كي ايمي غيمدانا باش يعني غادي يروح حد يجبد يدير ايمان باش غادي يبدا يدير من الباكر البنكا لازم انت غادي يروحان باش مكيسقارن غادي يخدم تمثل تاكي غني غادي غادي يقطو الحوايج يعني اي ترى يعني هذا الشو انقلقنا الساكير هذا الشو لازم نخدم باش كن يعني ما نصوت خمسه تاكير ثرمان نولي يعني في التاويلات والخدميه مثلا لي كارت التاويلات الى الانترنت نتولي باللي خلال الحوايج دي موغن ولكن تلا الحاجه الى ذا سيدنيني يعني ذا الغاشي مازال النوم نستخدم انت ادريما يعني والنوم انا استخدمنا الكارطات باش السنيت تخلص الكارطا وريت ولا راه مثلا انت دريم توري خلص راك الجيبيس تبي ناس بالك الحاجه الا شويه واليومين راه سي ساطاس دونك ثاني اذا راني لاق ممكن نقار الى اون ايديوكاسيون يعني فينونسيير كنشتيه وان شاء الله نتمنى لو كان ليدوكاسيون هي تبدو ثم مزيان غاسم لو كان مثلا نقول بريمير الحوايج تويد ان يعني ان الغاشي على من يسنت ولكن توالي باللي لي بانك مثلا لي سي سي بي داغن سعان تاويلات السيدين زمرت تخلص ثلاثة فاكتور سنتريسيتي امان تخلصت البي دابيو راديو دي سناب